التحالف العربي جاء لأي شرعية يمنية، ولكن للأسف الشديد جاء لأجندة دولية، لأجندة إقليمية خاصة به، وهو السيطرة على المطارات والمواني والمواقع الاستراتيجية زي باب المندب، وأيضا المسيطرة على الثروات الموجودة في المناطق الجنوبية وخاصة في المهرة وحضرموت وشبوة، وأيضا عدن، ميناء عدن الذي يعتبر من ثاني ميناء في العالم.